بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأعزائي طلاب الثانوية العامة الدفعة الجديدة. أهلا بكم يا أبطال في عام دراسي جديد، عام مختلف عن كل الأعوام السابقة، عام مهم، عام جميل وليس صعب كما نتصوره إن شاء الله رب العالمين. ندعي ربنا أن يملأ هذا العام بالخير وبالبركة بالعلم والاجتهاد والصبر، وأن ربنا سبحانه وتعالى يختم لنا السنة دي بالنجاح والتفوق والتوفيق إلى الكلية اللي احنا إن شاء الله رب العالمين بنحلم بها، ويحقق حلمنا الصغير الجميل اللي ممكن يفرق معانا كتير قوي في حياتنا بإذن الله رب العالمين. الحقيقة الحلقة بتاعتنا النهاردة بعنوان، أول حلقتنا بعنوان الكلمات السبع للطلاب الأكثر تفوقا في الثانوية العامة، على غرار الكتاب الشهير العادات السبع للناس الأكثر فعالية بتاع المؤلف العالمي الكبير ستيفن كوفي، وابنه أيضا له عنوان آخر أو كتاب آخر، كتاب رائع جميل جدا اللي هو العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية. هي يعني خدت روح هذا الكتاب أو روح هذا العنوان، حاولت بقدر الإمكان أن أنا أدمج الخبرتين مع بعض، أدمج الثقافة في مجال التنمية وتنمية قدرات الإنسان وإزاي الطالب يحقق هدفه مع توظيف هذه المعلومات من خلال خبرتي في الاحتكاك، يعني مجال الاحتكاك بالثانوية العامة، يعني على مدى تقريبا 20 عام من 95 إلى الآن، وأنا احتك بمئات بل آلاف الطلاب في الثانوية العامة، ويعني ورأيت كثير جدا من المشكلات. فأنا بنقل لكم المسألة دي عشان تاخدوا كلامي بصدق وتعرفوا أن أنا جايب لكم خلاصة خبرة سنين طويلة وقراءات كثيرة إن شاء الله رب العالمين. الهدف الأساسي منها هو أنت، مصلحتك أنت ومصلحتك أنت، وإزاي تتعامل مع السنة دي بطريقة علمية، بطريقة يعني تربوية، بطريقة بعيدة عن الوهم والأخطاء الشائعة وعن الأفكار التقليدية اللي بتاخدها أو بتستقيها من اللي حواليك. وللأسف الشديد معظم هذه الأفكار خطأ، ومعظم الناس اللي ما حققتش هدفها كان بسبب كثير من الأخطاء وكثير من الغموض حول مسألة الثانوية العامة، وإن ما فيش مرشد ولا في حد يعني بيتكلم في الموضوع ده كتير. يعني تخيلوا على ضخامة هذه السنة وأهميتها وعدد المهولة اللي في الجمهورية، ملايين بيخشوا الامتحان كل سنة. الحقيقة ما بلاقيش أنا في برامج التلفزيون في القنوات عموما أي حد مهتم بالنقطة دي ولا مديها اعتبارها، يعني فشريحة الحقيقة الطلاب والفئة العمرية ديت معرفش كده مهملة كده. فأنا قلت يعني أحاول بقدر الإمكان أن أنا أقدم حاجة من خلال خبرتي واحتكاكي وقراءاتي بإذن الله رب العالمين تفيد كل طالب في مصر بإذن الله، ويا رب يجعل هذا الكلام إن شاء الله مقبول عندكم ومفيد عندكم، وإن شاء الله رب العالمين تحققوا به يعني أكبر النتائج إن شاء الله رب العالمين. الحقيقة أنا قصدت تماما إن أنا أخلي المحتوى محدد، يعني ما يبقاش كلام كتير وخلاص حلقة عملها شوية نصائح ومواعظ وتعمل إيه وكلام ده كله وبعد يومين ثلاثة تنسوا الإيه، تنسوا الحلقة. لا، أنا اجتهدت غاية يعني غاية الاجتهاد في إن أنا الحلقة دي تخرج إن بعدها تفضل الكلام ده معاك طول السنة أنت بتمارسه وبتفتكره. فلذلك اديت العنوان الحلقة لو تلاحظوا الكلمات السبع للطلاب الأكثر تفوقا. يعني اللي أنا عايزه منك كله النهاردة أنك تستوعب معايا سبع كلمات، سبع كلمات بسبع مبادئ تكتبهم في ورقة وتلزق الورقة دي على الحيطة قدامك، تلزق على الحيطة قدامك أو تحطها تحت إزاز مكتبك أو تحطها في محفظتك تطلع عليها أو تكتبها في مكان بارز أيا كان. المهم إن الكلمات دي تبقى دايما قدام عينك تذكرك، تبقى عاملة زي الدستور، تبقى عاملة زي المستشارين السبعة بتوعك، إن أي مشكلة تبدأ تقرأ الكلمات دي تاني وتشوف أنت إيه الكلمة من دولت اللي تحل لك أي مشكلة إن شاء الله. وده وعدي مني إن شاء الله إنك تلاقي السبع كلمات دولت إن شاء الله رب العالمين يحلوا لك أي مشكلة أنت هتقابلها في خلال هذا العام. في كلمات هتلاقيها قريبة منك دلوقتي، يعني فعلا أستاذ بس الكلمات دي إيه أستاذ الكلمات الغريبة دي. بص، لو حتى استغربت بعض المبادئ والكلمات بعدين هتعرف قيمتها لما تقابل المشكلة إن شاء الله، ممكن تعرف قيمتها ساعتها تقول كان الأستاذ فعلا عنده حق إن هو يخلي الكلمة دي كاحتياطي معايا إن أنا أستعين بيها أثناء الشدة. معقول يا أستاذ كلمة هتحل لي مشكلة؟ إن شاء الله رب العالمين، لأن الكلمات دي طبعا الكلمة لها تأثير خطير جدا على الإنسان، والكلمة ممكن تنقلك تماما من اليأس للعمل، من اليأس للأمل، من الإحباط للعمل، فما تستهونش بتأثير الكلمات.
تعال ناخد شوقتنا بقى استاذ يعني للكلمات دي. ايه بقى الكلمات السبعه دي؟ الكلمات السحريه دي ولا يعني؟ لا بصوا، هي مش كلمات سحريه، هي كلمات فيها اختصار لكل المشاكل اللي ممكن تقابلك ان شاء الله رب العالمين. ناخدهم اجمالا وبعدين نمسك كل كلمه ونفصلها. اول كلمه الربانيه، لازم تكون طالب رباني بتاع ربنا، يعني لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى اول كلمه عايزك تدونها الربانيه، ونقطتين فوق بعض وتكتب الجمله الصغيره دي واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني التقوى قبل العلم يا شباب. الكلمه الثانيه الانفصاليه، الانفصاليه تفصل نفسك عن حاجات كتير قوي. كن انت جنبها كده، جنب كلمه الانفصاليه نكتب كن انت. تحرر من الاشخاص، الجحيم هو الاخرون، دي نصيحه ذهبيه. طول ما بتنفصل، طول ما علاقتك بتقل بالناس، وطول ما بتبقى مع نفسك زي ما بيقولوا كده، صدقني ده بيحقق لك اعلى النتائج. الكلمه الثالثه الرقميه، ومن اهم الكلمات اللي طول السنه معاك هتكتبها او هترجع لها هي الرقميه، لان انت في النهايه عايز رقم تدخل بيه كليه، صح؟ عايز 99%، عايز 100%، عايز تجيب رقم كبير. الموضوع في الاخر رقم عايز تحققه. طب ايه رايك بقى جنب الرقميه تكتب جمله مفيده قوي ومبدا مهم قوي قوي؟ الارقام لا تحقق الا بالارقام. يعني بعدد الصفحات، بعدد الساعات، بعدد الامتحانات والاسئله اللي هتحلها، بعدد الدرجات اللي بتجيبها في الدروس، لو الارقام دي انت واعيها كويس ومدركها كويس وبتحسنها، في النهايه هتجيب الرقم اللي انت عايزه اخر السنه ان شاء الله. يبقى الكلمه الثالثه الرقميه، الارقام لا تحقق الا بالارقام. الكلمه الرابعه الواقعيه، يا ريت نبقى شباب واقعيين بعيدين عن الاوهام. وهم ان انا فشلت خلاص وافضل ماشي ورا الوهم ده، او وهم ان انا عبقري وكل حاجه بتتلم في الاخر، الاثنين موهومين، سواء اللي فاكر نفسه فاشل وما عادش فيه امل منه، او اللي فاكر نفسه عبقري وممكن يلم كل حاجه في الاخر. يا جماعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت هتشوف خلال السنه ان في كان كلام كتير قوي بيتقال لك واللي هتلاقيه غلط كله، ليس الخبر كالعيان كما قال صلى الله عليه وسلم. الكلمه الرابعه كلمه مهمه قوي، كلمه النفعيه. انا عايزك تبقى طالب نفعي بينتفع بالثانيه، عايزك تبقي طالبه نفعيه بتنتفعي بكل وسيله ممكن تتعلم بيها او تتعلمي بيها. النفعيه، احرص على ما ينفعك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. الكلمه السادسه ومن اهم الكلمات على الاطلاق التكراريه، لابد ان يكون عندنا نظام بيتكرر، لان الكون اصلا كله ماشي على مبدا التكرار، تكرار الليل والنهار، تكرار الصلوات الخمسه، تكرار. لو ما فيش تكرار يبقى ما فيش نظام، وانت لو ما حصلش عندك خلال العام حاجات معينه بتتكرر يبقى انت مش ماشي بنظام. تكرار الابواب السابقه اللي الاستاذ سابها وانت سبتها واللي فات مات، فالتكرار اهم حاجه، التكرار بيهزم اي مشكله. ده من ضمن اهم الكلمات اللي تكتبها التكراريه، طبعا هنفصل الكلام ده كمان شويه. اخر كلمه لاينشتاين، اظن اينشتاين كلنا عارفين انه ايه؟ عبقري، من اهم عباقره العالم. يا استاذ بس ده اينشتاين ده حاله مختلفه. لا لا، طب اسمع اينشتاين نفسه بيقول ايه بقى؟ بيقول لك ليس الامر انني عبقري، اينشتاين بيقول ليس الامر انني عبقري، كل ما هنالك اني احاول اكثر. كل ما هنالك اني احاول اكثر. يا يعني اينشتاين وصل للي وصل له مش بالعبقريه، وصل للي وصل له بالمحاولات الكثيره، بايمانه بنفسه. اذا انت ممكن تبقى اينشتاين، وانت ممكن تبقى اينشتاين بايه؟ بالعبقريه الفذه اللي مع اي حد؟ لا، ممكن نحاول اكثر. كل واحد اينشتاين في مجاله يا جماعه، مش شرط ابقى اينشتاين في العلوم، ممكن ابقى اينشتاين في مجال تاني، يعني ابقى شاطر في مجال تاني. يبقى ليست عبقريه لكنها تضحيه، لازم تضحي بشويه حاجات. الناس اللي بتستوعب بسرعه قد ايه الكلمات دي ممكن تفرق معاها دلوقتي، وفهموا قد ايه ابعادها، ودماغه بدات تتنظم ويكتبها تاني قدامه. يا ريت نقراهم تاني مع بعض كده عشان نلمهم: الربانيه، الانفصالية، الرقمية، النفعية، التكرارية، ليست عبقرية بل تضحية. بالسبع كلمات دولت أوعدك وأوعدك إن شاء الله إنك تحقق أعلى مجموع بإذن الرحمن الرحيم، لأن دي خلاصة التجارب اللي فاتت كلها. ياما الواحد عقد ندوات مع الأولاد في الواقع، وياما ناقشتهم وناقشوني، ياما الواحد قرا، ياما الواحد سمع على الإنترنت، ياما الواحد عمل. الحقيقة
بعد كل الطريق الطويل ده لما رجعت كل هذا الكم من المناقشات ومن المحاضرات ومن هذه الأشياء طلعت بأن هم دول أهم 7 كلمات. فأنتوا جايين المحظوظ، أنتوا جايين تاخدوا الخلاصة. تعال نمسك كلمة كلمة بقى كده ونحاول نقرب منها شوية. إيه دور الربانية في التفوق؟ يعني هل في علاقة أن أنا أبقى رباني، أبقى بتاع ربنا في التفوق؟ طبعا أنتوا كلكم طبعا، سواء مسلم أو مسيحي يا جماعة، المسألة دي ما بتفرقش ما بين أي متدين بيستعين بربنا سبحانه وتعالى، متدين حق بيؤمن بالله سبحانه وتعالى بيقول يا رب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول جملة مهمة قوي في القرآن، خطيرة قوي، كلكم لازم تبقى معاك طول السنة، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن العلم من عند الله سبحانه وتعالى مبدئيا، لا من الكتاب ولا من الأستاذ ولا من أي حد، العلم يبدأ من الله سبحانه وتعالى. فعلم آدم الأسماء كلها، سبحان الله، مش كده؟ لا، فإذن التعليم هو من الله عن طريق وسائط ربنا سبحانه وتعالى، بقى بعتلك عن طريق مدرس، بعتلك عن طريق كتاب، بتعال. بس هل انت اهل لهذا العلم؟ لن تكون اهل لهذا العلم ولن تستوعب العلم الا اذا كنت انسان تقي. واتقوا الله ويعلمكم الله، اذا الاول التقوى. اذا يا جماعه لو سمحتم، اللي بيحافظ على صلاته زي ما بيحافظ على الدرس ده بيتقي الله. يعني في ناس كتير قوي لما الدنيا تزحم بقى والعمل الدراسي يزحم بقى، تبص تلاقي سايب الصلاه طول النهار. لا يا جماعه ما ينفعش بجد، يعني الصلاه اهم من الدرس، صح ولا لا؟ اتصرف، كن على وضوء، يبقى دايما عامل حسابك انك الصلاه ما تروحش منك. طبعا دي اول نقطه، النقطه دي بتخلي بالكم منها قوي. النقطه الثانيه انك تبدا يومك صح، ما تبقاش مثلا يعني سايب الفجر وما انتش مصلي الفجر وما انتش عامل الطقوس بتاع دعاء الصباح والكلام ده كله، عايز اليوم يبقى كويس ازاي يعني؟ ما هو انت لو قمت الصبح ودعيت دعاء الصباح تلاقي ربنا سبحانه وتعالى موفقك طول النهار، وتلاقي الوقت فيه بركه، وتلاقي كل حاجه فيها بركه. فصدقوني يا شباب، حاجات اللي احنا شايفينها بسيطه دي هي الاساس، ان من يتوكل على الله فهو حسبه. انت لما تصبح الصبح تقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او اجهل او يجهل علي، او اذل او اذل. لما تصبح تقول الصبح اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، لما تدعي في هذا الوقت الجميل صدقني اليوم بتاعك بيتظبط. فشباب لازم مساله الدينيه دي نظبطها قوي. مش معقول افضل اشتم واسب واغتاب وانم واجي في النهايه ابقى عايز التحصيل الدراسي كتير. على فكره لا، مش هتلاقي، هتبقى موهوم انك بتحصل دراسيا وانت في الاخر ابص لك بتنسى كل حاجه. يا شباب في علاقه كبيره جدا ما بين التدين وما بين التعلم، فلذلك نكون ربانيين. كمان من الحاجات اللي بتخلينا ربانيين ان احنا نعتبر المذاكره دي حسنات. يعني انا المذاكره مش درجات بس يا جماعه، كل كلمه بتقراها لو نيتك لله سبحانه وتعالى انك تبقى بتتعلم علشان تنفع نفسك وتنفع امتك وتنفع بلدك، صدقني كل كلمه من اللي بتقراها دي عليها حسنات. ايوه، حتى لو بتذاكر كيمياء، بتذاكر فيزياء، بتذاكر رياضه، بتذاكر عربي، اي ماده انت بتذاكرها بالنيه ديت انت ليك حسنات. ده الحسنات مضمونه عن الدرجات، ده على الاقل الدرجات يا ترى عجيب ولا لا، لكن الحسنات ربنا بيديك على قد اجتهادك سبحانه وتعالى، وبيديك بكرم من عنده كمان. فيا ريت يا شباب ان احنا يعني نخلي بالنا قوي من حكايه ان المذاكره حسنات، وان القضيه ما بيني وما بين ربنا سبحانه وتعالى مش مشكلتي ما بين بابا وماما، ولا مشكلتي ما بين حد ولا الاستاذ، هي مشكله اصلا ان اللي بيعلمني هو ربنا سبحانه وتعالى. فلازم يبقى في اخلاص مع ربنا سبحانه وتعالى في المذاكره. كمان لازم نبقى عارفين قيمتنا عند الله. طالب العلم ده قيمته كبيره قوي يا شباب. يعني انت طالع كده من بيتك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول لك يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الايه؟ الى الجنه ولا الى الجامعه؟ الى الجنه يا شباب الاول. يعني انت خارج من بيتك كده رايح الدرس، رايح المدرسه، رايح مكتبه تقرا، انت كده بتسلك طريق في علم. لو تشوف بقى الملائكه يعني بتضع اجنحتها تواضعا لك، عارف زي واحد يشيل القبعه كده ويقول لك اهلا اتفضل اكسلانس كده. يعني الملائكه بقى اول ما بتشوفك طالع كده للعلم يعني بتضع اجنحتها، الحيتان بتستغفر لطالب العلم، ده النمل بيستغفر لطالب العلم، كل الكائنات تستغفر لطالب العلم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه؟ درجات. اذا انت بتعمل حاجه كبيره قوي، انت بتعمل مش مجرد ثانويه عامه، مش موضوع ثانويه عامه وبس، يكفيك فخرا وشرفا انك تطلب العلم. لو بالنيه دي وعارف قيمتك ما حدش هيقول لك ذاكر بقى، هيقول لك هنفضل طول السنه يقول لك ذاكر ازاي وانت عارف ان انت قيمتك كبيره قوي عند الله، بقت تبقى قيمتك كبيره قوي وتقللها كده. فطالب العلم ده حاجه كبيره قوي يا جماعه، قوي قوي عند الله، وربنا بيحبه قوي. ليه؟ لان العلم هو الايمان، العلم هو خشيه الله. انما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. العلماء هم الاكثر الناس خشيه لله. فانت وانت بتطلب العلم انت بتعمل حاجه كبيره قوي 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 قوي.
وعارفين ان طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. اوعوا يا جماعه المعاني دي في وسط الهيصه والزحمه والدروس وثانويه عامه والجامعه، اوعوا يا جماعه المعاني تضيع مننا. اوعوا المعاني دي تبقى مجرد على جنب واحنا اهم حاجه اخش الكليه، اهم حاجه اجيب اكتر من فلان، اهم حاجه مش عارف ايه. لا لا يا جماعه لا، لازم يبقى معانا ربنا سبحانه وتعالى، ولازم يبقى ربنا موجود في المساله من الاول. فديت مهمه قوي 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 ان احنا نكون ربانيين يا جماعه. واللي رباني الانسان الرباني يدرك دايما انه جاهل. يعني سقراط اللي هو سقراط دوت الراجل الفيلسوف الكبير بيقول لك ايه؟ اعلم اني لا اعلم شيئا. سقراط بيقول لك اعلم اني لا اعلم شيئا. نيوتن بيقول كلمه غريبه، او بيقول لك ايه؟ انني جاهل لا ادرك الا حقيقه واحده وهي انني لا اعرف شيئا. نيوتن بيقول لك انا جاهل. سقراط بيقول لي اني لا اعلم شيئا. امال انت ايه بقى سعادتك بقى وسعادتك ايه بقى اللي معانا الاعداديه بس بقى؟ ففعلا انت لازم تشعر بجهلك، ولازم تشعر بقله علمك، ولازم تشعر بقله ثقافتك، ولازم تشعر بانك انت لابد انك تلحق في هذا المجتمع المبني على العلم، فلابد انك تدرك اهميه هذا الايه؟ هذا الايه شباب؟ العلم. ده الهدف. الهدف الجنه والجامعه. خلاصه، اوعى يضيع منك الهدف. عارف ليه؟ على راي فيلسوف صيني بيقول من لا يعرف الهدف لا يجد الطريق. صح، اللي ما يعرفش هدفه يا جماعه عمره ما هيلاقي الطريق. فلو ما انتش عارف انت بتذاكر ليه، وعندك الاثنين مع بعض الجنه والجامعه مع بعض، وعندك الاثنين بتسعى لهم بكل قوه، ومعاك هذه الطاقه الروحيه اللي بتتقدم بيها، صدقني هتتعب كتير قوي وهتلاقي كل حاجه صعبه مهما تهيأت لك الاسباب، ومهما كانت الاسباب مهيئه، ومهما حسيت انك انت هتجيب مجموع كبير قوي 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 قوي، صدقني ممكن ما تجيبوش. وعلى فكره اقول حاجه، تبقى مش حلوه قوي لو انت جبت المجموع وربنا مش حبك. يعني ايه قصدك ايه يا استاذ؟ يعني ما في ناس كتيره بتنجح ومش مؤمنين بالله، مش كده؟ وفي ناس كتيره بتنجح وهم يعني طول السنه ما فيش لا صلاه ولا بتاع. على فكره اذا غضب الله على عبد رزقه من الحرام، واذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه. يعني ربنا لما يغضب على حد يسيبه في الحرام، يسيبه مش عايزه، ولما اشتد غضبه يحله له اكتر، يمدهم في طغيانهم يعمهون. تحب تتفوق وربنا غضبان عليك؟ تحب تتفوقي وربنا مش راضي عنك؟ ايه التفوق ده؟ لا، ده يبقى استدراج. اوعى تنخدع، اوعى تنخدع بالاسباب. فدايما قول يا رب عشان تبقى طالب رباني. الحته ديت انا طولت فيها شويه لانها اساس، واساس مهم قوي، ولازم نتوكل على الله، ولازم نبقى ربانيين بالعمل وبالفعل وليس بالكلام. الحاجه الثانيه بقى الانفصاليه. اوصي كل طالب ثانويه عامه يا جماعه بجد انك تقلل عدد الناس اللي تعرفهم بقدر الامكان. انا اسف هذا التعبير، لكن الى ان يعني الجحيم هم الاخرون. ليه بقى؟ انا هقول الكلام، قد يكون الكلام ده يعني سوداوي شويه، بس هو الحقيقه ده الواقع. بلاقي طلاب كتير جدا في منتهى الشطاره ومنتهى الهدوء النفسي، وربنا راضي عليهم، وبادئين السنه زي الفل، واول شهر تمام. ابص اليوم من احتكاك، بص لا بقى الطالب ده انا مش فاهم حاجه في الفيزياء، ده الفيزياء دي صعبه. طالب تاني يقول له ده انا طه حسين ده عاملينه ليه؟ عارف الكلام السلبي ده؟ تبدا الكلام السلبي كتير كتير قوي. الطالب التاني انا ما بذاكرش يا عم، انا ما لا انا هلم في الاخر. عارف الفيروسات بقى اللي بتبدا تنتشر ديت، فتبدا الطالب اللي كان هادي وربنا هاديه، والطالبه اللي كانت راضيه وكانت شايفه والموضوع سهل وبسيط، من كتر الكلام السلبي من اللي حواليها ده تبدا يتجمع هذا الكلام السلبي، وفي النهايه ابص الاقيها بدات تجيب لي ورا، وهو بدا يجيب لي ورا، وبدا يتلوث هو الاخر بهذا الكلام. فلذلك يا جماعه ارجوكم لو سمحتوا انفصلوا عن الناس قدر الامكان. يعني قصدك ما يبقاليش اصحاب، نبقى لينا زمايل، لان السنه دي بالذات عايزك مع نفسك زي ما بقولوا كده، خليك كده شعارك مع نفسك. صدقني الانجليز عندهم يعني مثل يقول لك ايه؟ يقول لك 1 1 2 1 3 no 1. يعني ايه بقى؟ يعني لو واحد ذاكر لوحده بينجح، لو اتنين ذاكروا واحد بينجح، لو ثلاثة ذاكروا ولا واحد بينجح. 1 1 2 1 3 نو 1. فارجوك تبقى خليك مع نفسك يعني. فلذلك كمان ننفصل عن ايه يا شباب؟ ننفصل واحنا في الحصه، ننفصل عن العالم الخارجي. يعني مبدا الانفصاليه ده مش بس ننفصل عن صحابنا كمان، لا لو سمحت وانت بتذاكر مالكش دعوه بيقولوا ايه، وانت في الحصه لو سمحت ما تسرحش كتير ومالكش دعوه، وما تقعدش يعني تسرح لي بقى ونص الحصه طاير في السرحان بقى بتاع، لا انا في حصه يبقى منفصل عن الواقع الخارجي، انا بذاكر يبقى منفصل عن الاوضه الانفصاليه الفرديه، يبقى دايما متوحد كده مع الحاجه اللي انا بعملها علشان يحصل نوع من الايه يا شباب؟ نوع من التركيز. حتى وانت بتلعب وانت بتتفسح،
انفصل عن المذاكره. شفت الدرجة ايه يعني الانفصاليه ديت؟ لما تزيد المذاكره قوي معاك قوي وتحس انك انت خلاص تعبت وخلاص بقى جبت اخرك، يا عم اخرج وانفصل. مش وانت بقى خارج بقى تفضل تقول اه، وانت طول ما انت خارج بقى او انت بقى مع صاحبك وبتتعشوا في حته ولا بتاع ولا بتاع. ده انا الفيزياء مش عارف ايه، ده انا يا عم بقى ما بتفايق كلام عن الدروس بقى. ده بالعكس، ده لما بتنفصل شويه عن جو الدروس وجو الشحن ده بترجع تاني اكثر طاقه، وبترجع تاني اكثر ايجابيه للايه للعمل. فيا ريت يا شباب مبدا الانفصاليه ده خلي بالنا منه، ننفصل عن الناس قدر الامكان، ننفصل عن العالم الخارجي واحنا بنعمل حاجه ونركز قوي ونتوحد معاها. كمان نفصل بين امورنا الشخصيه والدراسه. الحته دي بقى في منتهى الخطوره. ياما طلاب بالذات الشباب الاولاد، ياما طلاب اذكياء جدا جدا وعندهم يعني بقول لكم طاقه رهيبه ما شاء الله عليهم، بس تلاقي مثلا في مشكله شخصيه حصلت، في مشكله في البيت مثلا ما بين بابا وماما، في مشكله مثلا ما بين الجيران وما بيننا، في مشكله مثلا ما بينه وما بين اصحابه، في مشكله خاصه جدا بيه هو عامله له اكتئاب وحزين وبتاع مش عارف ايه. كل الكلام ده يا جماعه خليكم لوحده ودراستك دي كوم، اوعى تخلط ما بين الاثنين. اوعى تقول له مش عارف اذاكر اصل انا مزاجي وحش اصل انا بتخانق مع واحد صاحبي، اوعى تقول له انا مش عارف اذاكر اصل مش عارف في مشكله في البيت ما بين عمامي وما بين مش عارف مين. يا عم انا في سنه هتحدد حاجات كتيره قوي في حياتي، لو انا سلمت دماغي للمشاكل اللي بتحصل شخصيه يبقى بجد يبقى مش عمرك ما تجيب مجموعه بجد. ياما كل الناس عندها مشاكل يا جماعه. يعني هو الموظف اللي رايح البنك الصبح ده وبيحسب الحسابات دي ما عندوش مشاكل؟ يعني هو انا لما انا رايح الدرس واقف في الحصه ما عنديش مشاكل؟ ما كل الناس عندها مشاكل، بس خلاص دخلت الحصه بشرح خلاص انتهت، انفصلت عن هذه المشاكل الشخصيه، ما خلطش. وده عيب بنقع فيه كتير قوي، والاجانب اشطر مننا قوي. ده حتى بيقولوا بيزنس از بيزنس، صح؟ يعني الشغل شغل، يبقى انا لما ابدا شغل خلاص الحكايه انتهت. عارف لو انا في امور الشخصيه بقى بتكلم في امور الشخصيه بره وخلصت شغلي اتكلم في امور الشغل. لكن ما اقعدش في الحصه افضل بقى شارد واقول مش عارف اذاكر الايام دي، لما الدنيا تروق الدنيا عمرها ما هتروق، الدنيا كلها وجع قلب. فانتوا تقبلوه على كده واشتغل بقى وخليك ايه خليك عمل يعني. فمن مبدا الانفصاليه يا جماعه كمان بالله عليكم يا ريت في مره من المرات كده وانت قاعد كده تحاول قدر الامكان تفصل نفسك عن الواقع وتحلم الحلم الجميل. لو انت دكتور تغمض عينيك كده وتشوف نفسك اول يوم وانت رايح كليه الطب جميل، ولو انت عايز سياسه واقتصاد تحاول قدر الامكان انك تجيب صوره كليه سياسه واقتصاد كده وتحطها قدامك وتتخيل انك داخل سياسه واقتصاد. افصل نفسك عن الواقع وعيش حلمك الجميل انك حققته. على فكره الحكايه دي يعني علماء النفس والتربيه بيقولوا حلوه قوي انك تقعد تتخيل انك فعلا حققت هدفك، ده بيشحذك وبيقويك ان شاء الله رب العالمين ان تحقق هذا يا شباب هذا الهدف. اخر حاجه كمان تنفصل، ارجوكوا لو سمحتوا انفصلوا عن المشاكل. مش عايز يا جماعه الناس اللي بتقعد تدخل نفسها في مشاكل الغير وتحل للغير مشاكلها والشهم بقى والجدع والكلام ده كله. اي نعم انا عارف انك شهم وجدع وانت شهمه وجدع، لكن الحاجات السلبيه دي هتاخد من وقتنا وهتاخد من طاقتنا، وممكن انا بقدر الامكان اتجنبها الى ان اضطر اليها. لكن ما بقاش انا عامل مشكله مع او اي مشكله مثلا، انا شايف ان انا ممكن لو انا اتكلمت الكلمه دي هتخانق مع اخويا، بس انا لو اتخانقت مع اخويا ده معناه ان هضيع مثلا نص ساعه او ساعه على الاقل يعني على بال ما يفضوا الخناقه، ها، وبعدها ساعتين ثلاثه مكتئب، ها، وبعدها مش عارف ساعتين بيصالحني. يا جماعه تجنب المشكله، لان المشكله لما بتحصل صدقني بتاخد مننا كتير. فيا ريت يا جماعه لو سمحتوا نتجنب المشاكل تماما وننفصل عن الاخرين. وزي ما ستيف جوبز اللي هو مؤسس شركه ابل، هذا الرجل الرائع الناجح بيقول لك لا تجعل صوت الاخرين يعلو على صوتك الداخلي. اوعى ضجيج اللي حواليك يعلو على صوتك الداخلي، امشي ورا جواك الصوت الداخلي، تقدم بيه، ما تتأثرش، مالكش دعوة بآراء حد في ثانوية عامة. ودي نقطة برضه، انفصل عن آراء الآخرين في ثانوية عامة وخلي ليك دماغك وأنت مختلف، أنت مش زي حد. الحاجة الثالثة بقى، الكلمة الثالثة الرقمية. دي بقى من الصبح يا جماعة بالله عليكم بقى انتبهولي بقى كده، لأن حكاية الرقمية ديت هتفضل معانا طول السنة. وهي دي بقى لما يجي الطالب يقول لي أستاذ لو سمحت حط لي جدول. يعني طلاب كتيرة جدا يقول لك أنا نفسي أشوف حاجة حد يحط لي جدول كده. أنت عارفين الجدول بقى اللي هو الجدول العقيم اللي هو من الساعة 5 للساعة 6 وربع فيزياء، ومن 6 وثلث بس بقى الدقة بقى 5 دقايق راحة، ومن 6 وثلث اللي مش عارف للساعة 7 ونص و5 إنجليزي، وبعدين 10 دقايق أخش الحمام، وبعدين هرجع. في ناس تعمل جدول كده،
كده ويعمل الجدول تمام. والله ما في الا يوم واتنين بيروح من الجدول متكرمش ومحطوط على جنبك في سله المهملات. انا ما شفتش حد بينفذ الجدول ده يا جماعه. ليه الجدول ده ما بيتنفذش؟ عارفين ليه الجدول ده ما بيتنفذش؟ عشان الجدول ده محطوط ضد طبيعه الانسان. الانسان مش آلة يا جماعه، الانسان مش برمجه هحط له اوامر يبدا ينفذها. الانسان متمرد جدا على النظام، بيبص تلاقيه دايما عايز حاجه مرنه تروح وتيجي معاه. ليه مزاج دلوقتي؟ ليه ماليش مزاج دلوقتي؟ طب فين الجدول ده بقى؟ اسمع بقى، صلى على النبي كده بقى، عشان انا بقى اديكم الارقام نعمل ايه. في سبع ارقام، في سبع ارقام مهمين قوي 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 في ثانويه عامه. ايه هم السبع ارقام دول بقى؟ صلى على النبي. اول رقم ثلاث تمانيات. ايه ثلاث تمانيات دي يا استاذ بقى؟ ثلاث تمانيات يا جماعه يعني اليوم هنقسمه لثلاث تمانيات، 24 ساعه، 8 نوم، 8 دروس، 8 مذاكرة. معلش الترفيه ده نبقى نحط له يوم كده لو حققت رقم معين. 8 نوم، 8 مذاكرة، 8 دروس. على فكرة 8 دروس كتير، يعني الواحد بيعمل له درسين في اليوم، 3 دروس، ممكن الدرسين 6 ساعات، بس انتوا طبعا بالاوقات البينية بتضيعوا وقت كتير جدا. المهم ان انا لو مشيت على الثلاث تمانيات دولت، ده نظام عالمي على فكره، مش نظام انا مخترعه، يعني الناس بره بتعمل الثلاث تمانيات دولت، بس ممكن بقى 8 نوم، 8 شغل، 8 ترفيه. لكن احنا للاسف الشديد احنا في ثانويه عامه، معلش السنه دي هنيجي على نفسنا شويه، يبقى في يوم ترفيه برضه ان شاء الله، بس اليوم الترفيه مش هناخده الا لما نحقق رقم. مش احنا قلنا المبدا الرقميه؟ مش احنا بنتكلم في المبدا الثالث اللي هو مبدا الارقام، ان احنا نتعامل بارقام. يبقى الثلاث تمانيات دولت محدش يقول لي بقى مش لاقي وقت اذاكر. انت لو عملت لي 8 ساعات في اليوم دولت واستمرت عليهم، والله يا جماعه القليل الدائم خير من الكثير المتقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القليل الدائم خير من الكثير يا شباب، من كثير المتقطع. يبقى اذن الثمانيه الاولانيين نوم، اوعى تفرط في الثمانيه نوم، لا في الوقت ولا في النص ولا في اخر السنه. 8 نوم دول ميزانك اصلا. 8 دروس، 8 مذاكره، يعني في الاسبوع تعمل لي كام؟ 8 في 6، خلينا في 6 مش في 7، خلينا في 6، 8 في 6 بكام؟ ب 48. لو عملت ال 48 ساعه في الست ايام، يوم الجمعه بتاعك حقك مكافئتك يوم الجمعه. يا سلام انت عملت ال 48 ساعه؟ طبعا 48 ساعه حلو جدا على فكره في الاسبوع. ما في طلاب بلا، ده انا في ثانويه عامه انا عايز بعمل بال 15 ساعه في اليوم عشان ابدا قوي واستمر قوي قوي. يا انت هتبدا قوي وهتيجي بعد كمان شهر ولا اتنين ابص الاقيك وقعت مني ومش هتذاكر. فالثمانيه شباب نثبتهم لو سمحتوا، وفي المتناول لو سمحتوا. كمان في الرقم الثاني بقى اللي هو رقم غريب شويه، بيقول لك 20 80 80 20. انا كنت قلته في بعض المحاضرات وبعض الندوات اللي متابعني، لكن هعيده ثاني في الحلقه دي. يعني ايه 20 80 و80 20؟ دي نظريه عند الاجانب، يعني في كتاب مشهور قوي بيقول لك اعمل اقل تنتج اكثر، اعمل اقل تنتج اكثر. بص عنوان الكتاب عامل ازاي، بيقول لك في بعض الناس بتبذل مجهود 80% وتنتج 20، تبذل مجهود 80% وتنتج 20، وفي بعض الناس العكس، يبذل مجهود 20% وينتج 80. ليه؟ مركز قوي، ذكي، بيحاول قدر الامكان انه في اقل وقت يعني يدي اعلى انتاج. وهو ده اللي انا عايزك بقى فيه، انك انت وانت بتذاكر في الساعه لو سمحت، زي ما هنعرف ان في الساعه المفروض 3 صفحات، لازم انتج في الساعه 3 صفحات. في صفحات ممكن تاخد اكتر من كده شويه، لكن متوسط، يعني المتوسط يعني ان الصفحه ما تزيدش عن تلت ساعه يا جماعه. يعني حتى لو قابلت صفحه محتاجه ساعه، هقابل بعد كده صفحه محتاجه 5 دقائق، يبقى مجموع الصفحات في الاخر ان الصفحه تقريبا لا تتعدى تلت ساعه. فلو سمحتوا يا جماعه نخلينا اذكياء ونخلينا بمجهود 20% ننتج اكبر انتاج ان شاء الله رب العالمين. الرقم الثالث بعد احنا عندنا 20 80 80 20، قلناه وفهمناه، وعندنا الرقم الثاني اللي هو الثلاث تمانيات وقلناه. الرقم الثالث هو 40 120 300. ايه بقى ال 40 ساعه؟ ده الحد الادنى للمذاكره في اسبوع. يعني انت بدات يوم السبت لغايه يوم الخميس، لو اقل من 40، انت كل يوم بتدون بقى، انت كل يوم عامل النهارده ذاكرت من 8 ساعات، مش هقول لك 8 ساعات، انت المفروض تذاكر كام اصلا؟ 8 في 6 ب 48 صح؟ يا سيدي قلت يا جيت كسلت ساعه، مديك مرونه اهو، مديك مساحه مرونه، يبقى انت لو قلت عن ال 40 مفيش خروج يوم الجمعه. مفيش خروج، مفيش نادي، مفيش عشاء بره، مفيش اي حاجه، انت اللي تعاقب نفسك، محدش يقول لك ذاكر، محدش يقول لك حاجه، ده مستقبلك انت. فيا جماعه الحكايه دي يا ريت نبقى يعني يا ريت نبقى انفصاليين فيها، ان محدش يعاقبنا، احنا نعاقب نفسنا. انتوا كبرتوا. يبقى عندنا شباب دلوقتي ال 40 ساعه دولت، بس قلت لك في كل ساعه بنتج 3 صفحات، 40 ساعه في كل مواد، طبعا مش في العربي، انا ما بتكلمش في العربي، بس في ناس ساعات ايه يعني بتفهم بالراحه كده، فانا بقول اهو تاني، ال 40 ساعه في كل المواد مش في ماده واحده بس، في كل المواد ان حصلتهم في الاخر. طب افرض يا استاذ بقى انا عملت ال 40 ساعه لغايه يوم الاربعاء، براحتك انت كده
تقريبا جبت الحد الادنى، والله عايز من عندك توصلهم للحد الاقصى اللي هو 48، وصلهم. مش عايز توصلهم، انت عملت اللي عليك. استاذ يعني العب اليومين؟ العب اليومين، من حقك. بس صدقني انت لما هتبقى انتاجك حلو كده هتبص تلاقيك طمعان تنتج اكتر. في جماعه الناس بتعدي 48، وفي ناس بتعمل 70، وفي ناس بتعمل 80، بس انا بقول على الطبيعي، انا بتكلم في الطبيعي. المهم يا شباب، عرفنا حكايه ال 40 120 صفحه في بسرعه 3 صفحات، لان انتوا ساعات ممكن تبقى قاعد لي 5 ساعات قدام الكتاب، والله الكتاب ما اتقلب منه الا صفحتين. فلذلك انا هحكمك بال 120 صفحه، وان شاء الله رب العالمين ان انا هبقى ادي لكم جدول كده منظم، بحيث انك انت تبقى تطبعه عندك وتبقى تكتب فيه يوميا انت عملت ايه. التدوين ده مهم قوي. كمان 300 سؤال لازم اذاكر، لازم احل على مستوى الاسبوع 300 سؤال. في اي الف سؤال على فكره، ب سؤال، جيم سؤال، لازم اعد كده ان في كل ماده، طبعا عندي 5-6 مواد او 7 مواد، احل على الاقل في كل ماده 40 سؤال كده. ليه؟ عشان يحصل توازن ما بين المذاكره وما بين عدد الصفحات المنتجه وما بين الاسئله اللي بتتحل. لان ساعات تفضلوا تذاكروا طول الاسبوع، تيجي تمتحن تجيب درجه زي الزفت. ليه؟ انا اسف التعبير يعني، ليه تجيب درجه وحشه كده؟ عشان انت ما حلتش. ما هو طلبك تيجي يقول يا استاذ انا بذاكر كتير وبروح اجيب درجه وحشه، ما هو انت ما بتحلش، ما هو انت ما جربتش سين وجيم. فجماعه الرقم ده مهم قوي، 300 سؤال. طب احل منين يا استاذ؟ حل من الكتب الخارجيه. مفيش حاجه اسمها في ثانويه عامه وما عندكش الكتب الخارجيه وما عندكش امتحان ثانويه عامه وما عندكش كل حاجه. احنا بنصرف كتير قوي يا جماعه، ما جتش على ثمن الكتب الخارجيه. لو معكش يا سيدي استلفهم وروح اعمل جمعيه. المهم يا شباب ان احنا نتصرف ان احنا الكتب الخارجيه دي تبقى جنبنا، ونحل بقدر الامكان اي درس اخده احل بقدر، حتى لو شفوي. عارف لو شفوي حتى وانت قاعد كده اللي هو الكسل المبدع، يعني عارف انا كسلان بس مبدع برضه، يعني انا ماليش مزاج اكتب وماليش مزاج اقعد على المكتب، بس مش على طول ها، يعني انا بقول لك يعني في الاوقات لاقي نفسك زهقان كده، امسك كتاب كده وانت ما عملتش 8 ساعات بتوع النهارده، فامسك كتاب كده وابقى ايه حل كده. شفوي، لا السؤال ده مش عارفه بقوله للاستاذ بالقلم رصاص كده، مفيش اسهل من كده يا جماعه. لا طلبت منك تكتب، ولا طلبت منك تدور على اسئله، ولا طلبت منك تسمع، ده حاجه بعينيك وبالكتاب. المهم تبقى قاعد دايما بتنتفع بوقتك. طبعا يبقى دي بالنسبه يا شباب ليه. يبقى الرقم الاولاني كان 3 تمانيات، الرقم الثاني كان 20 80 80 20، خليك من اللي بيبذلوا مجهود 20 وينتجوا 80. كمان الرقم الثالث قلنا 40 120 300، اللي هو عدد الساعات وعدد الاسئله اللي يجب تحل وعدد الساعات التي يجب ان تذاكر وعدد الصفحات التي يجب. الرقم الرابع بقى مهم قوي، تلت. ايه تلت بقى؟ الرقم ده يهمك في ايه؟ تلت ده اللي انت تملكه في العام الدراسي. نعم، والله العظيم الناس بتقول لك احنا بنبدا في شهر 8 نمتحن في شهر 6، يعني 10 شهور. انت بتملك منهم كام؟ 10 شهور. خليك راجل علمي، لو مسكت الورقه والقلم كده، انت بتملك من العشر شهور كام؟ انت نايم تلتهم. والله نايم تلتهم، مش انت بتنام في اليوم 8 ساعات؟ يعني تلت العشرة 3 شهور انت نايم، من العشر شهور في 3 شهور انت نايم فيهم. تخيل بقى فاضل لك كام من العشرة؟ ها؟ بقوا 7 شهور. عدت عندك بقى كده، قول لي بقى الاوقات اللي راحه بقى. اصل انا كنت تعبت في يوم عندي برد، اصل انا خدت اجازه وسافرت، اصل اجازه نص السنه، اصل العيد الكبير، اصل مش عارف. تخيل يا جماعه الوقت المهدور ده بقى، ده غير وقت الصلاه ووقت الاكل ووقت مش عارف ايه. المهم بحسبه كده، مش عايز اطول عليكم، والله يا جماعه لو حسبتها بالورقه والقلم هتلاقي انت لا تملك الا ثلث المده فقط، اللي هي تقريبا 3 شهور. 3 شهور بس الفعليين، المذاكره الحقيقيه اللي انت تملكها للانتاج، وقت الانتاج اللي تملكه 3 شهور مش 10 شهور. لو الطالب مدرك للرقم ده من الاول مش هيضيع ثانيه طول السنه. بس في طلبه ايه عندهم الوقت ده اكتر، يعني ببلاش، كان الوقت ده بعينه اغلى حاجه، الوقت ببلاش، الوقت عنده يضيع باليوم وبالثلاثه وبالاربعه ما بيذاكرش، وبعدين هبقى لم، وبعد عارفين سوف اعمل سوف، دي لص الوقت. فشباب طول ما انت مدرك انك لا تملك الا 3 شهور، 3 شهور في 7 مواد يا جماعه، 7 مواد كل ماده كام صفحه. انا مش عايز اخضكم، انا عايزك تدرك المسؤوليه في عدم تضييع الوقت، انك لا تملك الا 3 شهور وعندك 7 مواد. شوف كل ماده كام صفحه، اقسم كده عدد الصفحات على الوقت، وشوف كده كل صفحه محتاجه وقت قد ايه. لو انت يعني عايز تعملها بالحته، يعني مش انت ثانويه عامه ومهتم بيها. شفت الارقام مهمه ازاي يا شباب؟ يبقى الثلث ده مهم قوي. الرقم الرابع، الرقم الخامس بقى، هو مجموع درجاتك في امتحانات الدروس جبت كام في الميه. الحته دي منتهى الخطوره. جبت في الكيمياء مثلا، علمي مثلا، جبت في الكيمياء مثلا، امتحنت في الدرس وجبت في الكيمياء مثلا كذا من 60 او 70، وجبت في العربي كذا من 80، وجبت في الفيزياء كذا، لو سمحت دون الارقام دي. وفي الاخر خالص قوم جاي، مش انت بتمتحن اكيد كل الدروس بتمتحن فيه، انت بقى في شهر مثلا، الشهر مثلا 9 او 10 مثلا، جمع الارقام دي لو سمحت وشوفهم جبت كام من 405، جبت كام في الميه، مش شرط 405، جبت كام في الميه، احسبها. ما بتعرفش تحسب،
احسبها جمعه وشوف. والله العظيم هو ده تقريبا الرقم اللي هتجيبه اخر السنه، لان انت عارف طبعا ان المدرسين حريصين جدا على درجتك، لان هم درجتك هم درجتهم اصلا، نجاحك هو نجاحه، تفوقك هو تفوقه. فلذلك ما تقولش لا دي امتحانات دروس، عارف بقى في ناس كده تدي لنفسها بقى ايه حقن مسكن بقى، لا يا عم دي امتحانات دروس، ده انا اخر السنه بقى، لا لا لا, لا انت هتشوف واحد تاني خالص يا جماعه، ده في المراجعه مش عارف، ده وهم، انت كده عايش وهم. فلو سمحتوا يا جماعه من الارقام المهمه قوي انك تجمع مجموع درجاتك في امتحانات الدروس وتشوف نفسك جبت كام، اوعى تسيب النقطه دي. الرقم السادس هو فاضل قد ايه على الامتحانات. يا ريت يا ريت دايما تبقى حريص على نقطه انت فاضل قد ايه على الامتحان، فاضل كام شهر، ها فاضل كام يوم. بس ده حاجه تتعب الاعصاب؟ لا طبعا حاجه مش تتعب الاعصاب، مهم قوي انك تاخد بالك ان فاضل قد ايه عشان دايما استعدادي يزيد، وعشان دايما انتاجي احاول قدر الامكان يبقى ماشي، وما تفاجئش ان فاضل شهر على الامتحان وانا ما عملتش حاجه. المهم قوي يا شباب خلصت كام في المية من المنهج، منهج كله يا ريت دايما يبقى عينك خلصت قد ايه، خلصت كام درس في العربي، خلصت كام درس في الانجليزي، خلصت كام درس مش عارف ايه، الاستاذ ده بطيء ولا استاذ سريع، خلصت كام في، على فكره مش 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 عايزين بقى خلصت كام في المية ان كل ما الرقم كبر يبقى انا كويس، لا ما انت ممكن تكون بتكروت، لا الرقم المناسب، الرقم المناسب. يعني انا في شهر 10 مثلا خلصت مثلا كم مثلا حوالي مثلا الجزء الاولاني من القصه، خلصت لي مثلا درسين قراءه، خلصت لي مثلا مش عارف كم درس نحو، احس كده انا احس كطالب كده فعلا ان انا هخلص على شهر 3. فاذا يا شباب السبع ارقام اقولهم سريعا تاني، سبع ارقام مهمين قوي 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 في ثانويه عامه. الرقم الاول خليك من الناس اللي منظمه نفسهم بالثلاث ثمانيات، 8 نوم 8 مذاكره 8 دروس. الرقم الثاني خليك من الناس اللي تنتج في ب 20% تنتج 80% مش العكس. الرقم الثالث ذاكر 40 ساعه على الاقل في الاسبوع ل 120 صفحه ب 300 سؤال في كل المواد. كمان خلي بالك انت لا تملك من العام الا ثلث هذا العام. كمان جمع لي الدرجات اللي بتاخدها في الدروس وشوف في اول باول بتجيب كام في المية. كمان عينك دايما على فاضل قد ايه، رقم فاضل كام شهر كام يوم على الامتحان. اخيرا لازم تعرف انت دايما خلصت ايه في المنهج، او كام في المية من الايه شباب من المنهج. يبقى الربانية اتقوا الله ويعلمكم الله، الانفصالية تحرر من الاشخاص فالجحيم هم الاخرون، خليك مع نفسك انفصل عن الواقع وتوحد مع اللي بتعمله وركز، ها انفصل عن السلبيات. الأخيرة اللي احنا خدناها اللي هي الرقمية، وان احنا نتعامل مع بالأرقام، لأن الأرقام لا تحقق إلا بالإيه يا شباب، بالأرقام. الحقيقة الكلمة الرابعة اللي هي كلمة الواقعية. أقصد إيه بالواقعية يا جماعة؟ أقصد بالواقعية عدم الوهم. يعني ساعات ثانوية عامة بتنشئ أوهام كثيرة جدا عند بعض الطلاب. بعض الطلاب بيبقى عنده وهم الغرور إنه طالب السوبر طالب العبقري اللي يقدر في أي وقت يخلص كل حاجة. يعني في طلبة كده عندهم إحساس مش مشكلة أنا قبل الدرس هخلص، يعني أنا عندي درس يوم مثلا الاثنين وأنا جاي يوم السبت وعارف إن في واجب عندي يوم الاثنين بكرة هعمله، ويجي بكرة لا ما أنا عارف ما تقلقش الدرس موضوع سهل ما تخافيش يا جماعة ما تقلقوش أنا هعمله، ويجي قبل الدرس بنص ساعة يلاقي الموضوع كبير يقوم مكروته ويقوم رايح الدرس. أو يجي يقول لك إيه يا عم بس أنا بس بحصل في الدروس كده وربنا يسهل كده والله بجد، لا بس أنت عارف يفوت شهرين كده ولا ثلاثة وأقعد ألمهم مرة واحدة، وبعدين يفضل ماشي الوقت كده وأقعد ألمهم مرة واحدة. ده طالب موهوم، ده طالب غير واقعي. يا جماعة معظم الطلاب بتضيع بسبب الإحساس ده، إني قادر أعمل كل حاجة في أي وقت. ما ينفعش كده، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. في كم وقت بيتقسم على، في كم عمل بيتقسم على كم وقت يطلع لي رقم، لو ما حققتوش هتروح في داهية. من الآخر كده أنا آسف التعبير. فما تجيش تقعد تقول لي بقى انا الطالب العبقري وانا سوبر طالب وانا طالب ذكي وبلم في الاخر اصلا انا بحصل طول عمري. انت كده بتخدع نفسك وبتدي نفسك نوع من الايه، من يعني الاستهبال عشان تفضل في اللي انت عامله عشان ضميرك يرتاح شويه. فما تضحكش على نفسك وتضحك على الاخرين. الطالب الثاني بقى اللي عايش في وهم برده انه مهما بيعمل انا مش نافع، انا مش بحصل، انا مش بذاكر وماشي كويس ودرجاته زي الفل، وعلشان نقص مثلا نص درجه في الكيمياء وبيكبر الدنيا بقى وانا ضعت وفشلت. ده طالب برضه موهوم، وطالب برضه يعني زي ما بنقول كده مزودها، وهو في الاخر هيفضل يقول انا فاشل انا فاشل لغايه ما يبقى فاشل فعلا. فيا جماعه كلاهما خاطئ. اللي بيكبرها وبيعيش في وهم انه فاشل دايما، ما في ناس كده ساعات بيبقى عايز يحسس نفسه انه فاشل عشان يتقدم. يا جماعه غلط. النفس على فكرة الرسائل السلبية اللي هتفضل ترسلها للعقل الباطن انك فاشل 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 فاشل، مهما تحقق فاشل ده يعمل لك احباط. في الاول ممكن يزودك وممكن يشحذك انك انت تعمل حاجة كويسة، لكن في الاخر ان انا دايما معتبر ان انا لو نقصت نص درجة يبقى الدنيا خلاص باظت، لا انت كده انت كده لا طبعا كده مش عقل يعني.
يبقى ليس من الواقعية أن تظن أنك قادر على أن تفعل كل شيء في أي وقت، ليس من الواقعية أن تكون على خير ما يرام وبعدين تظن أنك أنت باتهامك الدائم نفسك بالفشل أنك أنت كده هتحقق أكتر. طبعا لا طبعا. كمان يا جماعة يعني من الأول كده يا جماعة لو سمحتوا ياريت كده من الأول ما نكونش أنا يعني الحتة دي أنا بقولها بس يا رب ما نكونش إيه أنت غلطت فيها، يعني اللي هو في ناس بيبقاش عندها أي نوع من قدرات الرياضة ولا العلوم ويخش علمي ها علشان صحابه أو علشان شكله. في ناس إحنا عندنا المصريين كده يعني بجد أنا آسف التعبير عندنا أفكار غريبة جدا إن علم أحسن من أدبي. يا جماعة مفيش حاجة اسمها علم أحسن من أدب ولا أدب أحسن من علم، عشان بس يكون على واضح كده. كل واحد بيخش علم معين بيحبه لو أبدع فيه بقى زويل فيه، يعني زويل في زويل في الرسم وفي زويل في الادب وفي زويل في فاهم اقصد ايه كلمه زويل. فكل واحد فائق في مجاله وعبقري في مجاله ونابغ في مجاله، فبلاش حكايه ان احنا نخش قسم واحنا قدراتنا وتاريخنا العلمي بيقول اصلا ان احنا ما ينفعش. يعني واحد طول عمره بيجيب درجات وحشه في الرياضه وبص ليه داخل علم رياضه ليه يا ابني؟ يقول لي يا استاذ لا اصل انا عايز ابقى مهندس. يا حبيبي طب ما هو انت قدراتك ما تنفعش تبقى مهندس. ايوه بس اصل ابويا نفسه يبقى مهندس. يا حبيبي ما انت قدراتك بتقول تاريخك في الرياضه بيقول ما تنفعش. يقول لي لا ان شاء الله ما تقلقش يا مستر بالدروس وبالاجتهاد وبتاع. يا ابني يا حبيبي ما هي قدرات. فيا جماعه من الواقعيه ان انا احترم قدراتي وان انا عارف كويس قوي ان انا قدراتي الشخصيه ما اقللش منها ولا ازود فيها، لكن اخش القسم المناسب ليا والبعد عن الشكل والبعد عن السير ورا الناس وخلاص، لا يكون واقعي مع نفسي وبحترم قدراتي. حته بقى خطيره قوي بقى في حكايه الواقعيه دي برضو اتكلم فيها. خليك طالب واقعي وما تقعدش تقول لي التعليم بايظ في مصر. يا استاذ ما التعليم بايظ يا عم. بقول لك ايه، بص اصل انا عارف الكلمه دي هتجيب ايه بقى. التعليم بايظ والمناهج بايظه والمدرسين والدروس الخصوصيه ومفيش مدارس، ده احنا مظلومين. عارف ده بيعمل ايه؟ ده بيمهد لفشله، كاني بيقول للناس يا جماعه خلي بالكم انا هفشل عشان التعليم بايظ في مصر، انا هفشل عشان المناهج بايظه في مصر، انا هفشل عشان انا اصلا عبقري والمناهج دي لا تناسب عقلي. انا اعرف واحده راحت تتخانق في المدرسه، هي في ابتدائي ابن اولادها في ابتدائي يعني، راحت تتخانق في المدرسه، ابنها بيجيب كل شهر صفر صفر في الرياضه، صفر وامتحان ايه كذا استاذ وكذا حكايه وكذا روايه، وتروح تقول لهم انتوا المنهج اللي فاشل وابني عبقري وانتوا مش عارفين تعلموه. ايه يا جماعه الوهم اللي احنا بنعيش فيه ده؟ ايه الوهم اللي احنا بنعيش فيه ده؟ التعليم البايظ ده ها؟ كونك هتقعد تقول لي تعليم بايظ، من وسط التعليم البايظ ده بيطلع دكاتره وبيطلع مهندسين ماليش دعوه بقى، دخلوا كليات وبقوا حاجه في المجتمع ومنهم ناس عظماء ومنهم ناس زي الفل. فلو سمحت سيبك من التعليم بايظ وخليك في حاجه اسمها فن الممكن. فن الممكن، هل انا دلوقتي بكلامي ان التعليم بايظ وان الدوله حالتها مش عارف ايه وان ايه، هل انا بكلامي ده يا جماعه هعدل انواع هعدل هصلح نوع التعليم في مصر؟ لا طبعا، انا اللي هخسر، انا في النهايه انا اللي بخسر بالكلام ده. فلو سمحت سيبكم من الكلام السلبي ده وتعامل مع هو كائن، وكل دوله لها مشاكلها وكل دوله لها مصايبها، فانت تعامل مع هو كائن وتستفيد بقدر الامكان من الوضع اللي قدامك. لو سمحت سيبك من قصة انك تعمل فيها فيلسوف وتتعالى على الواقع وتبدأ تمشي في طريق الفشل عشان التعليم بايظ. تعرفين طبعا انا بتكلم ومعظمكم بيقول الكلام ده، وياريت اللي بيقول الكلام ده تفوقه علشان هو الخسران. كمان من ضمن الواقعية ما تحطليش جدول حماسي جدول مبالغ فيه وتيجي في الاخر ما تعملوش تقوم تحس بانك فاشل. ما انت اللي حطيت جدول غلط. انا قلت لك انا حطيت لك ارقام من البداية عشان نحسم القضية دي. في ناس يقول لك انا مش عارف هذاكر ايه وهعمل ايه وهذاكر في اليوم 12 ساعه وهنام بس 4 ساعات، يجي يعملوا يوم واثنين وفي الباقي ما يعرفش. فيا جماعه الرفق لو سمحت فخليك واقعي لو سمحت. كمان من ضمن الواقعيه سيبك من حكايه الاستاذ الاسطوره اللي هيخليني انجح واجيب الدرجه النهائيه، انت كده مش واقعي. الاستاذ ده بيقعد معاك في الاسبوع كام؟ مهما الاستاذ ده عبقري زمانه اوانه بيقعد معاك في الاسبوع قد ايه؟ حصتين بتروح له حصتين، الحصه ساعه ونص ساعتين، يعني اخرك بتقعد مع الاستاذ كام؟ 4 ساعات 5 ساعات والباقي كله بقيه الاسبوع كله بقيت كام؟ 7 في 24 شوف بكام بقى؟ ها؟ بقيتوا قاعد مع مين؟ مع نفسك. اوعى تفكروا يا جماعه الاستاذ مهما شاطر، الاستاذ مهم وبيفتح لي الماده، لكن الاستاذ ما هو الا ضوء على الطريق، مش الاستاذ اللي هيمشي الطريق، الاستاذ ده منور لك الطريق، انت اللي هتمشي الطريق. فبلاش وهم ان انا الاستاذ الاسطوره اللي هينجحني اللي في الاخر هيلم لي الامتحان اللي في الاخر هيجيب لي التوقعات وتبقى معتمد على الاستاذ. سيبنا بقى من الاعتماد على الاشخاص، سيبنا بقى من ان فلان هو اللي هيتقدم، فلان هو اللي هينقذ البلد، فلان ما بينقذش البلد يا جماعه، احنا كلنا كل واحد لو عمل اللي عليه هو اللي هينقذ نفسه وينقذ البلد. فلو سمحت يا جماعه سيبكم من فكره
الاستاذ الاسطوره اللي هيعدي بيك البحر ولا تتبلش ده. من الواقعيه اخيرا بقى وانت بتذاكر ما تسرحش كتير. يعني انتوا ساعات وانتوا بتذاكروا كده بيجي لكم افكار غريبه. سنكم، انا عاذر طبعا، سنكم محترم جدا، فبس في حاجه عندنا اسمها احلام اليقظه في سن المراهقه. يعني كتير قوي تبص تلاقيك انت طلعت بقى من الواقع وطلعت من الكتاب وقعدت بقى ايه في عالمك الخيالي بقى ايا كان هذا العالم بقى، بتحب الموسيقى يعني، بتحب الرياضه يعني، اي حاجه بتحبها يعني، تفضل بقى سرحان لي فيها وعيشني بقى بالساعتين ثلاثه. ايه ده يا عم الحاج؟ لا بص، انا بذاكر يبقى بذاكر، لما اجي اسرح اي نعم ده بالشيء راضي، كل ما اجي اسرح ارجع نفسي تاني. او اقول ايه، بص انا اعرف ولد زميلي بقول له انت بس السرح، بقول له انا مستر انا بعالج السرحان، بقول له بتعالج ازاي يا عمرو، كان اسمه عمرو، بقول له بتعالج السرحان ازاي يا عمرو، قال لي بص يا مستر بقول انا هحط ربع ساعه اسرح فيها. يعني هو عارف هو هيقرر يسرح، بص هو حول السرحان لامر ارادي، بقول لا لا انا مش هسرح دلوقتي، كمان شويه هسرح. يعني بص يعني هو مش منع السرحان، لا ده اجله بس كمان شويه. فاذا يا شباب يا ريت من الواقعيه انك تبطل سرحان، من الواقعيه انك تسيبك من حكايه الاستاذ الاسطوره، من الواقعيه انك ما تحطش جدول فوق القدرات وتقول لي هحققه وما تقدرش، من الواقعيه انك تتعامل مع فن الممكن وما تقعدش تقول لي التعليم بايظ وتقعد تمهد للفشل، من الواقعيه انك ما تفضلش فاكر نفسك انك تلم من الاخر، تيجي على الاخر وتلم. نسيت اضرب لكم مثل، كان زمان الدكتور في كليه التربيه ضرب لنا مثل رائع على الطلبه اللي هم بيجوا في الاخر ويحبوا يلموا المنهج ده. بيقول لك انت لو جبت كوبايه وفتحت عليها الحنفيه للاخر، لو الكوبايه دي فتحت عليها الحنفيه في الاخر الكوبايه تتملى؟ علميا كده الكوبايه تتملى؟ لا. عارف ليه؟ الميه بدفاعها شديد جدا وهي داخله الكوبايه اللي بيحصل لها بتطلع تاني، الميه تخش تطلع تاني، بس الكوبايه فاضيه. الحقيقه الكوبايه شكلها هتتملى لكن هي في الاخر اللي داخل طالع. اهو ده الطالب بالظبط اللي بيجي على اخر يومين ثلاثه عايز يلم الماده. ايه اللي بيحصل؟ كم من المعلومات رهيب جدا يقوم جايبه على المخ ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وتلاقي اللي داخل ايه؟ اللي داخل طالع زي الكوبايه. فاذا يا شباب نسيبنا من وهم ان هلم في الاخر، ودي حته انا ركزت فيها قوي حكايه ان يلم في الاخر، لا مفيش حاجه اسمها تلم في الاخر يا جماعه. واخيرا من ضمن الحاجات الجميله قوي، قدر الامكان حاول تربط اللي بتتعلمه بالواقع، تحت كلمه الواقعيه قدر الامكان كل حاجه بتتعلمها حاول تربطها بالواقع، تتعلم فيزياء تربطها بالواقع، تتعلم كيمياء تربطها بالواقع، حتى العربي، ده العربي من اسهل الحاجات، اتعلمت بيت شعر عملته مثلا بوست على الفيسبوك ولا بتاع، اتعلمت مش عارف معلومه حلوه او بتعرف تكتب موضوع تعبير فبدات تكتب مقاله جميله في مدونه جميله على الانترنت او حاجه زي كده، فانا عايزك حاول قدر الامكان تستفيد وتربط اللي انت بتتعلمه بالواقع. هانت يا شباب فاضل لنا الكلمه السادسه وهي عفوا الكلمة الخامسة وهي الكلمة النفعية. النفعية أنا عايزك تنتفع بكل لحظة لو سمحت في سنة عامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احرص على ما ينفعك، صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. فأنا عايزك الأوقات البينية تستفيد منها. يعني إيه الأوقات البينية؟ يعني ما بين درسين في ساعة، يا ريت لو سمحت تكون بخيل قوي على وقتك زي البخيل قوي في فلوسه. بص بقى بيقول لك إيه، كن بخيلا على وقتك أكثر من البخيل بمالي على الناس. ليه؟ الوقت ده أهم حاجة، أجمل حاجة في الدنيا بتملكها هي الوقت. فلذلك الأوقات البينية اللي ما بين الدروس لو سمحت ما تضيعهاش. كمان الأوقات البعدية، يعني إيه البعدية بقى؟ أو القبلية، اللي هي قبل الدرس أو بعد الدرس. أنا ببص ألاقي ناس يا جماعة عندها الساعة 4 درس، من الساعة 2 قاعد ما بيعملش حاجة عشان عنده 4 درس. يا جماعة ده ينفع؟ بالله عليكم ينفع؟ طب خلص الدرس الساعة 6، تلاقيه راجع البيت الساعة 9. كنت فين يا ابني؟ كنت في الدرس. والدرس خلصان الساعه 6 اصلا، مضيع 3 ساعات، ما زعلتش على الثلاث ساعات اللي ضاعوا؟ عادي، انت لو ضاع منك وقع منك 30 جنيه ممكن يحصل لك سكته قلبيه ولا حاجه. يعني لو انت ماسك بالفلوس، تخيل بقى انت وقع منك 3 ساعات، عادي 3 ساعات عادي يعني. فشباب بالله عليكم الاوقات البينيه نحرص عليها جدا، لاني صدقني لو جمعت الاوقات البينيه ديت واستفدت منها هتلاقي نفسك الموضوع خفيف قوي 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 يعني. كمان يا شباب الوسائل المتنوعه، بصوا يا جماعه حاول تنتفع بكل حاجه. في ناس يقول لك انا ما اعرفش اذاكر الا من الكتاب، ويجي مثلا المدرس يديله اسطوانه مثلا او يديله فلاشه او يقول له على موقع اليوتيوب كذا، او يقول لك يا عم انا اقعد اضيع وقتي يا عم امك كلمتين نقراهم وخلاص. مين قال؟ مين قال يا جماعه؟ الوسائل المتنوعه للتعلم دي جميله جدا يا جماعه. يعني انا لو على موبايلي مثلا دخلت على اليوتيوب وشفت حلقه مهمه قوي، مثلا انا باخد عربي بس شفت مثلا الاستاذ فلان بيشرح او الاستاذ علان بيشرح، باخد فيزياء، ما تستفيد ما تزيد على الاقل التعلم. انت بتذاكر مثلا
منصة غربة وحنين خلاص، وسمعت من الأستاذ بتاعك في الدرس ماشي اقرا، وانت ممكن انت مالكش مزاج تقرا من المذكره يا سيدي شغل اي، بس تشغل بجد يعني، حتى كمان استفادتي من الانترنت تبقى استفاده بجد، مش هقعد بقى اهزر بقى واسيبها واروح بقى يعني اهيمه في كل وادي يعني، لا لا احنا قلنا النفعيه ان احنا ننتفع بالوقت، ننتفع بالوسائل التكنولوجيه اللي تهيأت ليا. اما الاقي استاذ بيشرح بطريقه الخريطه الذهنيه طريقه جديده في الشرح، ما رفضش الطريقه واقول لا يا عم خلينا في التقليدي اللي تعرف احسن من اللي ما تعرفوش. ايه يا جماعه ده، ايه ده، فين الطالب العصري، فين الطالب العصري يا جماعه؟ فاذا الوسائل، وجرب الوسيله خلاص، لقيت لما جربتها لقيتها فعلا مش ماشيه معاك خلاص اركنها، لكن ما ترفضش وسيله قبل ما تجربها. فالتدوين في الحصه يا جماعه، عايزك تنتفع بالحصه اللي بتاعت الدرس دي يا جماعه، انتوا كلكم بتبقوا قاعدين كده كاننا قاعدين في الطياره منتظرين نوصل. يا جماعه في ايه يا جماعه، انت وانت الاستاذ هو اللي بيتكلم ده بيتكلم بيقول ايه؟ ما كل حاجه مكتوبه في المذكره، مش شرط على فكره، استاذ كتير جدا بيجي له حاجات وهو قاعد ممكن يقول لك اكتب دي اكتب دي. فلذلك انا عايزك وانت قاعد معاك زي كتاب صغير كده لو سمحت في الحصه، ما انتفع بقى، انا جاي الحصه دي، هو انا نازل من بيتنا يا جماعه دافع فلوس في الحصه ديت، وابويا الله اعلم جايب الفلوس دي ازاي ولا تعبان فيها ازاي، وانا بدفع الفلوس ديت في الحصه جاي عشان اسرح في الحصه، جاي عشان اضيع وقت الحصه، جاي عشان احضر الحصه وارضي ضميري ان انا حضرت الحصه واروح؟ لا يا جماعه، لا بالله عليكم، انا جاي كلمه اكتبها، الكلمه بتفرق، اكتب الكلمه، اكتب ورا الاستاذ، ادون ورا الاستاذ، صليت على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. اسال كمان من ضمن النفعيه انك دايما تسال، ايوه اسال. والمجامع الكبيره دي كارثه يا جماعه، المجامع الكبيره دي لا تعرف ترسل فيها ولا تعرف تتجاوب فيها، والله لو الاستاذ ده اسطوره، والله العظيم لو الاستاذ ده اسطوره. بس انا مش عايز اطول في الموضوع ديت، بس يا جماعه من النفعيه ان انا ما اروحش في وسط مجموعه 120 و200 طالب واجي اقول لك هنتفع، هنتفع بمحاضره، هي محاضره ما تحضر على اليوتيوب بقى، لو هي مساله واحد بيحاضر، طب ما تخش على اليوتيوب مليان محاضرات ما انتش محتاج بقى تروح. انا بتكلم بجد. فجماعه حاولوا بقدر الامكان انك تنتفعوا بوقتكم، وتنتفعوا بالحصه، وتنتفعوا بانك تسال، ما تقعدش كده سايب المساله ومش مهم بعدين، لا اي ميزه في صاحبك او اي ميزه في صاحبتك حاول تستفيد منها، لقيت عنده ميزه حلوه حاول تستفيد منها، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. خدنا الربانيه، خدنا الانفصاليه، خدنا الرقميه، خدنا النفعيه، ودلوقتي فاضل لنا كلمتين مش اكتر، هانت يا شباب، من كلمات السبعه المهمه قوي 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 قوي، مساله التكراريه. بصوا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القليل الدائم خير من الكثير المتقطع. عارف لو انت اتعودت على نظام تكرره كل يوم مذاكره، حتى لو النظام ده صغير شويه، بس النظام ده هو احلى 100 مره من السير عشوائي والضرب في الهواء. مش القوه يا جماعه ان انا اضرب بقوه، ولا القوه ان انا اضرب كتير، القوه ان انا اصيب الهدف. ايوه، فبالتكرار صدقني هتعود على المذاكره. ما هو المشكله انت بقالك السنوات السابقه معظمنا ما بيذاكرش للاسف، الا ما رحم ربي في طلبه ما شاء الله عليهم يعني بيحبوا المذاكره وبيذاكروا على طول ومتفوقين، ربنا يحميهم يا رب، ومتعودين على المذاكره. لكن انا بكلم الطلبه اللي مش متعودين على المذاكره، اللي هو ما بيطقش يقعد ربع ساعه على الكتاب، ربع ساعه كتاب ويفضل قايم وعايز يروح في حته. لا انت عارف لو اتعودت، لو فطمت النفس دي، عارف لما العيال الصغير يفطموه يفضل يعيط 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 يومين ثلاثه وبينسى، اهي نفسك عامله زي العيال الصغير ده. لو اجبرت نفسك وقعدت مره واثنين وثلاثه بالتكرار هتلاقي نفسك تلتزم. ولو سمحت، التكرارية من ضمن وسائل أو من أهم الأسلحة اللي تقدر تهزم بها أي حاجة صعبة، أي حاجة صعبة، مفيش حاجة صعبة مع التكرار يا جماعة. والتكرار عمره ما بيعلم الحمار، أنا آسف التعبير، مش يقول لك التكرار يعلم الحمار؟ لا، الحمار عمره ما يتعلم. لو قعدت أنت مسكت حمار وقعدت تقول له واحد اتنين لغاية 100 سنة قدام مش هيعرف واحد اتنين كام، مش هيعرف، لو قعدت تقول واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة مش هيعرف، هو خلاص ربنا حاطط له حدود. لكن الإنسان الشطار هم اللي بيتعلموا بالتكرار. فالتكرار مهم قوي 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 يا شباب، ولولا التكرار ما كانش في نظام في الكون اصلا، يعني تكرار الليل والنهار، لولا ان المساله دي ماشيه بانتظام بتتكرر كان عرفنا حياتنا تنتظم. لا، كذلك انت لازم يبقى عندك حاجه بتكررها، بتنام في وقت معين ثابت، بتاكل في وقت معين ده نظام، بتذاكر في وقت معين. عارف لو انت بتذاكر في وقت معين، مثلا متعود مثلا تذاكر مثلا تصحى الفجر لغايه اذان الظهر بتذاكر مثلا، يا سلام، خلاص خلاص هتلاقي نفسك مخك اتعود، وهتلاقي نفسك جسمك اتعود انك تذاكر في الفتره دي. فتكرار المنتج، التكرار المنتج. الحاجه اللي انا مش عارف احفظها اصبر عليها، كررها مره واثنين، امسك مثلا قصيده مش عارف احفظها، بالتكرار هتتحفظ. وبعدين التكرار المنتج، يعني ايه التكرار المنتج في حكايه الحفظ دي؟ يعني
ما امسكش الحاجه وافضل اكرر فيها في نفس الوقت. لا، انا حفظت مثلا قصيده غربه وحنين الصبح، اجي الظهر اراجعها بالليل اسمعها، يبقى انا عملت تكرار بس فصلت ما بين اوقات التكرار عشان الذاكره محتاجه كده. لكن لو فضلت تكرر الحاجه 100 مره في نفس الوقت كمان ساعه تنسى. لكن لو ال 100 مره عملته ب 30 مره وبعدين الظهر عملت 30 مره وبعدين بالليل عملت 30 مره، كده احلى 100 مره من انك تعمل ال 100 مره في مره واحده. افهموني يا جماعه، الذاكره عايزه كده، عايزه تديها وتسيبها وبعدين ترجع تثبت وبعدين تسيبها وبعدين تعزب لغايه ما تبقى انتقلت بقى لحاجه اسمها الذاكره الطويله. وانتوا عارفين الكلام ده، اللي بيدرس علم النفس عارف الكلام ده. فلو سمحتوا يا جماعه، يبقى التكرار ذكي، التكرار يبقى منتج، التكرار يا جماعه لازم يكون على اساس ان انا اي حاجه صعبه ما فيش حاجه اسمها تبقى صعبه طول ما انا بكرر. اخر حاجه الاستاذ ما تستناش الاستاذ يقول لك راجع الباب الاولاني اللي بقاله شهرين ما اتفتحش، انت كرره. تعالى قبل ما تنام كده وافتح واقرا، اقرا بس، اقرا. تخيل الادب ده مثلا، ادب من كتر الحاجات، من اكتر حاجات اللي بتضايق الطلبه، لانه كلام نظري وكلام حفظ كتير، بالتكرار يجي. اصل انتوا ساعات بتكون ايه يعني، انا برضو النقطه دي بعالج فيها ايه، ساعات تفتحوا كده الحاجه وتقرا اول سطرين ما انتش فاهم، يا لهوي انا مش فاهم حاجه في الماده دي، الماده دي صعبه. يا ابني يا حبيبي، هل انت جربت مره واثنين وثلاثه واربعه؟ اسالك سؤال، هو انت لما اتعلمت العجل اول ما حطوك على العجله ما شاء الله كده بقيت زي بتوع السيرك كده ماشي بقى واقف على العجله يا جماعه؟ لا طبعا، اول ما اتعلمت العجل دخلت في العمود وبنطلونك اتقطع واتعورت ودخلت في الناس، صح ولا لا؟ وبعد كده بقيت بتسوق العجله لا ارادي. كذلك تعلم العربيات، كذلك تعلم السباحه، كذلك تعلم اي حاجه، التعلم حاجه محتاجه تكرار. فبلاش نتهم نفسنا بسرعه بالغباء وبالعجز ان احنا ما عرفناش من اول مره. احنا مش كائنات فضائيه يا جماعه، احنا بشر، احنا بشر ومحتاجين التدرج، محتاجين التكرار، محتاجين الصبر على المعلومه لغايه ما تثبت جوانا. ومش معنى ان انا ما فهمتهاش من اول مره يبقى خلاص انا مش يبقى انا ضعت. بلاش دي مسائل عاطفيه، سيبك من العاطفه دي، لان العاطفه دي بتودي في داهيه، خليك عقلاني. فاذا ده التكرار. ويا رب لما تجيب درجه وحشه في الامتحان عيده، كرر، يبقى التكرار يا شباب. اخيرا المقوله الرائعه للرجل العظيم اينشتاين اللي غير مفاهيم كتيره جدا ونقل العالم كله، هي ليس الامر اني عبقري ولكني احاول اكثر. ده معنى الجمله. اينشتاين يا جماعه بيقول ان المساله مش مساله عبقريه، المساله انك بتحاول مره واثنين. لسه كنت لسه بتكلم عليها في التكرار. الحياه يا جماعه عشان تكونوا فاهمين ليست عبقريه ولكن تضحيه. الحياه بنك، زي البنك بالظبط. هتحط فيه رصيد دلوقتي هتقبضه بعدين، مش هتحط دلوقتي مش هتقبض بعدين. فانت لو ضحيت دلوقتي بشوية حاجات هتقبض بعدين احلى منها واكتر. لكن لو اصريت تبقى رغباني، تبقى بتحقق رغباتك اول باول. عايز تروح النادي تنزل، عايز تلعب كرة بتروح تلعب، مش مهم بقى ذاكرت ولا ما ذاكرتش. عايز اقعد مع صاحبي اروح، عايز مش عارف اروح رحلة اروح. كل حياتي متعة ولعب. دي حياة فاضية بجد، دي حياة فاضية. وحتى يا سيدي احنا مش بنقول لك امنع الرغبات دي، احنا بنقول لك اجلها. يعني بنقول لك احنا مش الهيصه اللي بتحصل طول السنه بقى، يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر، يقول لك انا بذاكر والله يا بابا انا بذاكر. انت لا بتذاكر ولا بتاع، انت عمال تضيع في وقت وعمال تحقق في رغباتك وعايشها بالطول وبالعرض، وفي الاخر تقعد تعيط انك ما جبتش مجموع. لا لا، هتزرعها برسيم تطلع لك تفاح، هتزرعها برسيم تطلع لك برسيم، هتزرعها تفاح تطلع لك تفاح. ده مثل، الارض صادقه وربنا سبحانه وتعالى ليه سنن، ليه سنن في الكون. لو ما عملتش اللي عليك مش هتاخد حاجه، هتاخد ليه؟ بتاع ايه؟ يبقى ظلم بقى. يبقى اذا يا جماعه تضحي بشويه حاجات، ضحي بشويه رغبات، معلش بس هتقبضها احسن بعدين. وزي ما قلنا النجاح يا جماعه والله 10% منه ذكاء و90% مجهود. انا بقول لك اهو 10% ذكاء و90% مجهود. اللي بيبذلوا مجهود يا جماعه ان شاء الله ربنا بيعينهم وبيوصلهم باذن الله رب العالمين، عشان ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. والاخلاص بيؤدي للتوفيق. عارف لما ربنا يشوفك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا اولاد حديث مهم قوي، لك انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. عارف يعني ايه؟ يعني ايه التصبر؟ يعني بتدعي انك صابر لكن انت جواك هتموت اصلا، انت مبين انك صابر ساكت بس، لكن انت من جواك بتغلي. عارف لما ربنا يلاقيك بتتصبر يعني بتدعي الصبر يصبرك. لما تيجي مثلا تتعلم العلم بالتعلم، يعني ايه؟ تجرب وبعدين تقع، تجرب وبعدين تقع، تجرب وبعدين تقع، تجرب وبعدين تقع، وبعدين في الاخر تلاقيك مشيت. كل العلماء كانوا كده. شوف اديسون عمل كم مره التجربه بتاعته علشان يوصل ان المصباح ينور وان العالم ينور، الراجل ما يقاسش. فيا جماعه ضحي بوقتك، ضحي برغباتك، اعرف ان الحياه
صبر واجتهاد وفي الاخر هتنول ان شاء الله رب العالمين. الاخلاص بيؤدي للتوفيق. واللي وصلوا يا جماعه لهدفهم مش احسن منك ولا اذكى منك، اللي وصلوا بس اكثر منك صبرا. يعني زي المثل بيقول لك هؤلاء الذين فوق الجبل لم يهبطوا من السماء، فاهم المعبره؟ هؤلاء الذين فوق الجبل لم يهبطوا من السماء، ده طلعوا من تحت، طلعوا واحده واحده. انت شايفهم فوق، بس هم فوق ليه؟ فوق عشان طلعوا، عشان اجتهدوا. ما تطلع انت الاخر، ما تطلع الجبل فوق نظيف، الهواء نظيف فوق. فلذلك الجبل ده اللي هو القمه اللي انت عايز توصل لها. فلذلك يا شباب لو سمحتوا كل اللي هتضحي بيه وانت صغير هتلاقيه وانت كبير احلى واجمل. احباب الطلاب ارجو ان الكلمات السبعه دي تكون ان شاء الله تفرق معاكم، وارجو انك تكونوا استوعبتوا جزء منها دلوقتي. لكن لو كتبناها ودوناها وعلقناها قدامنا، صدقوني لو كتبناها ودوناها وعلقناها قدامنا هتبص هتلاقيك انت ان شاء الله رب العالمين بتستفيد بها جدا جدا، وبتعينك في الاحباطات اللي ممكن تقابلك كتير قوي. وان شاء الله رب العالمين يا رب تكون الكلمات السبعه ديت مشاعل مضيئه، اصدقاء مخلصه طوال العام تستعين بها وترجع لها اول باول. الربانيه، الانفصاليه، الرقميه، الواقعيه، النفعيه، التكراريه، ليست عبقريه ولكنها تضحيه. ابناء الطلاب ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقه، والى اللقاء في حلقات قادمه باذن الله نتواصل فيها مع تنميه قدراتنا العلميه عشان نحقق حلمنا الجميل باذن الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.